ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية. ودعا المرسوم الذي بتته الوكالة الرسمية وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله. وكان العاهل البحريني أبلغ الملك محمد السادس في اتصال هاتفي جرى مؤخرا قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لدى مدينة العيون المغربية، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدابير التي أمر بها الملك بمنطقة القرقارات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.